الطيور على أشكالها تغرد، وطائر الحسون يحسن الأداء. الاتحاد الأورنثولوجي المغربي منح فرصة الاستمتاع لمختلف تراكيب تغريد الحسون، طائر مغربي مهدد بالانقراض. من أكادير الروبورتاج استقم زينة وياسر مشيك. تقاسيم وتنويعات في تغاريد طائر الحسون جعلت من بيت عزيز قرش يشبه حدائق جبلية مغيلة في متعة الهدوء، متعة جعلت أيضا من عزيز مدمنا على تعاطيها وتوفيرها من خلال الاهتمام الولوع بتربية طائر الحسون، تربية تتطلب عناية خاصة ودراية كبيرة بخصائص طائر الحسون المغربي الأصيل. كناخد طائر اللي ما كيتجاوش العمر ديالو واحد الشهر او 25 يوم، وكان كيتعلم كيفاش ياكل وداكشي، وكنديروه في واحد البلاصه وكنعطيوه هذاك الشريط المده ديال واحد 6 شهور او 7 اشهر كيبدا ينطق بهذاك الكلام اللي كتعطيه في الشريط. عزيز الذي يرأس الجمعية السوسية لأصدقاء الطيور والبيئة بأكادير يعد ويدرب طائره على حفظ تراكيب التغريد وضبط تلاحينها. ملي كيوصل لاج ديال 8 شهور 9 شهور كتبدا توجدوا لي كومبيتيسيون، كيبدا خصك تخرجوا، كيخصك تعودوا انك تبدا تخرجوا نوبه نوبه باش كيبقى هو ما كيخافش من داك لو ميليو اللي كتحطوا فيه في اي بلاصه، كيولي كيغرد وكيولي كيبغي دوميني لي زوتر وازو اللي في ليسبيس ديالو. حان وقت المباراة الوطنية النهائية لتغريد طائر الحسون الأصيل وهجينه، والمنافسة قوية بين 40 طائرا، لكن الأقوى كان نداء الجمعية المشاركة في هذه التظاهرة من أجل صيانة طائر الحسون الحر. جمعية المعارف كان عندها واحد النداء وهو ما تقيش العشاش، هذا هو النداء، وهذا تعبير باش نبينوا للمالع ونبينوا للعالم بانه ما خصناش نقيسوا العشاش باش ما تنقرضش هاد النوعيه ديال الطيور. والخطير هو ان كاين دابا دي براكونيير اللي هما مختصين في التصفير ديال هاد الطائر الحسون الى الخارج. اللجنة التحكيم التي ترأسها خبير إسباني أفردت الجائزة الأولى في صنف طائر الحسون لرئيس الاتحاد الأورنثولوجي مراد خالد، وفي صنف الطائر الهجين كانت الجائزة الأولى من نصيب حسن شكري عن جمعية المعارف بالدار البيضاء، لكن يبقى الفائز الأكبر هنا هو طائر الحسون في حال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايته من كل أشكال التبديد والتهجير.